أهلا بكم في عين السياسة. في أحدث تصنيف لمؤشر جلوبال فاير باور الخاص بالجيوش العالمية، شهد تصنيف الجيوش الخليجية تراجعا ترجمه هبوط الجيش السعودي إلى المركز 22 عالميا بعد أن كان في المركز 17 في الترتيب العالمي، فيما شهد الجيش الإماراتي تراجعا إلى الترتيب 56 عالميا بعدما كان في المرتبة 36، وتراجع الجيش الكويتي في ترتيبه إلى المركز 78 عالميا. تراجع قابله تقدم بارز لجيشين، القطري في المرتبة 65 والبحريني في المرتبة 79. مؤشرات متفاوتة جاءت متراجعة رغم تعاون دول مجلس التعاون الخليجي فيما بينها في المجال العسكري لتجهيز جيوشها الست بأحدث التقنيات وبإنفاق يتجاوز 150 مليار دولار سنويا، بالإضافة إلى التعاون العسكري مع الولايات المتحدة والمناورات مع الدول العظمى والدول المجاورة، وهو ما يطرح تساؤلات عن سبب التراجع وعن سر التفاوت الذي حدث في ترتيب الجيوش الخليجية. والحديث أكثر عن الموضوع ينضم إلي الباحث في مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات حسين عبد الحسين من واشنطن. أهلا بك. ومن الرياض دكتور محمد الحربي الباحث في الشؤون الاستراتيجية والعسكرية، ومعك أبدأ دكتور حربي. يعني ما سبب تراجع هذا التصنيف للجيوش الخليجية؟ وهنا أتحدث تحديدا عن الجيش السعودي والإماراتي، في المقابل كان هناك تقدم للجيش القطري والبحريني. ما سر هذا التفاوت في ترتيب الجيوش الخليجية؟ مساء الخير، تحية لك ولضيفك الكريم من واشنطن. احنا نتكلم جلوبال فاير باور، هو معيار نظري للقوة العسكرية في العالم بناء على 60 معيار او يعني مقاربة في هذا المطار. لا اخذ في العين الاعتبار التطورات الاحداث المستقبل. فعلى سبيل المثال الولايات المتحدة الامريكية هي، او دعنا نقول انه الخمس الدول الاولى في العالم، امريكا، الصين، الهند، بريطانيا، روسيا، هذه ثابتة في المعايير. ولكن المتغيرات أنه دائما يأخذ بالكم ولا يأخذ بالكيف، لا يأخذ بالاستراتيجيات. على سبيل المثال أنه وضع المملكة العربية السعودية في هذا المعيار في الطيران والقوة الجوية المرتبة تقريبا 12 بناء على عدد الطائرات، وضع الولايات المتحدة الأولى على مستوى العالم لأنها تملك 13400 طائرة. لا يأخذ في عين الاعتبار كان قوة الطائرات كطائرات F-35 أو F-22 أو سلاح الجو السعودي لو أخذناه F-15 SA، لا يأخذها أو يقارنها بالدول الأخرى، فهو دائما يأخذ بالعدد. لدينا مشاريع استراتيجية مهمة، مشروع توطين وحتى 2030 مبني على 3 استراتيجيات اللي هي الصناعة، المشتريات، البحث والتطوير، وهذا مهم. الآن أيضا ربما لم يأخذوا عين الاعتبار اللي هو الفضاء والأمن السبراني، لأن الفضاء السبراني الآن أضحى الذراع الرابعة للجيوش المتقدمة الحديثة، الطائرات بلا طيار. ولكن لكن هل يلغي كل ذلك أهمية دور يعني تسليح الجيش وتدريبه؟ يعني الجيش هو من يقف وراء كل هذه التكنولوجيات التي تتحدث عنها. إيه، بس إنه هو دائما يأخذ المعيار بالعدد، الكم، بالقوة النارانية. على سبيل المثال وضع باكستان في المرتبة 7 عالميا، وضع دول متقدمة على باكستان في المراكز الأخرى، لأنه علمي نظري آني. ولكن لو تحدثنا عن التصنيع، عن برامج الدول، برامج سرية، فضاء سبراني، هنا لا يستطيع أن يضطر. ولكن المملكة العربية السعودية لديها الآن برنامج طموح، توطين الصناعات وإشراكها والتصريح للشركات الأجنبية والشركات المدمجة والشركات السعودية، وحتى 2030 برنامج قوي صناعات، ودخلنا أيضا في صناعة الطائرات بلا طيار. طيب دعني أنتقل إلى السيد حسين عبد الحسين. هل ترى أن هذا التصنيف يعني معقول بناء على ما وصفه دكتور حربي، أن هناك يعني تقدم للسعودية في مجالات أخرى سيبرانية وتكنولوجية وفي مجال
الطيران، وهذا التصنيف اليوم جاء بالرغم من المناورات المشتركة والإمدادات العسكرية بين واشنطن ودول الخليج. اليوم هل باتت المعادلة الأمريكية هو تسليح ودعم الجيوش الأوروبية لدعم التهديد القادم من روسيا، ولا مكان لربما للجيوش الخليجية في هذه المعادلة؟ مساء الخير. أنا أوافق أنه هناك اهتمام حالي في الولايات المتحدة وأوروبا ينصب أكثر على أوكرانيا والحرب المندلعة في مواجهة روسيا هناك، وطبعا الحرب الأوكرانية، يعني الساحة الأوكرانية تحولت إلى ساحة تجارب خصوصا للأسلحة، الأسلحة الروسية والأسلحة الغربية الأمريكية خصوصا المنافسة. ولكن أوافق الدكتور محمد تماما أنه يعني هذا التصنيف هو على الورق فقط، هو تصنيف نظري، ولكن هناك حسابات أخرى وهو لم يتطرق خصوصا إلى الخبرة التي تكتسبها هذه الجيوش من الانخراط في المعارك. على سبيل المثال الجيشان السعودي والإماراتي انخرطا في حرب اليمن، وعندما ينخرط الجيش في حرب هناك خبرة يكتسبها ميدانية، خبرة على الأرض، خبرة التنسيق بين الأركان المشتركة والقوات البحرية والبرية والجوية. هذه طبعا يعني لا أعتقد أنه هذا التصنيف يأخذها بعين الاعتبار، هو يأخذ فقط يعني كما اسم يعني الجهة المصنفة Global Firepower، يعني الكمية الكاملة بحوزة من هذه الجيوش، وهكذا يعني انه يتبين وكانه الجيوش التي لم تخض حربا وكانها بقوه او اقوى من الجيوش التي فعلا يعني خاضت وصار لديها تجارب ميدانيه. لذلك يعني على الرغم من الاهتمام الغربي والامريكي في اوكرانيا عموما، ولكن لا اعتقد انه هناك يعني اهمال او تراجع للقوى العسكريه لمجلس التعاون الخليجي او للقوات الخليجيه للدول المنفرده. بالعوده الى الدكتور محمد الحربي، يعني تحدثت عن المعايير في هذه التصنيفات الدوليه، واحد اهم المعايير هو تطور الجيوش والخوف يعني من العدو الخارجي، وايضا تطور المستوى الاقتصادي للدول المصنفه في هذا في تقرير أو تصنيف العالمي. التراجع هذا مقابل تقدم الجيش الإيراني عسكريا في هذا التصنيف، ألا يخيف السعوديين اليوم؟ لا ابدا، لانه احنا لدينا برنامج معلن اللي هو برنامج الصناعات العسكريه وركائز الصناعه، المشتريات، الشفافيه، الوضوح. ايضا دحين بدانا منذ عام 2017 تاسيس الشركه السعوديه للصناعات العسكريه سامي، ودخلنا في شراكات تصريح الى 99 شركه، 85% منهم شركات سعوديه، 15% ما بين شركات اجنبيه ومدمجه. ايضا دخلنا في عمليه العقود والشراكه، انه اي عقد مع اي لو على سبيل المثال ناخذ عقود مع الشركات بالتدرج، اما 10% شركات سعوديه وطنيه، 20% وحتى 50%. بدانا نصنع الذخائر في المملكه العربيه السعوديه، ولكن علينا ان نعرف انه ايضا ان نفرق ما بين القوه العسكريه واللي هي رمز البقاء، الصمود، القدره، وما بين الانفاق العالمي العسكري. دخلت الان ايضا اليابان لاول مره في التاريخ مع المانيا وتغيير العقائد، حجم انفاق المانيا 100 مليون يورو، اليابان وحتى خمس سنوات 315 مليار دولار. فالان في خضم الاحداث المتلاحقه المتسارعه، الحرب البارده ما بين الولايات المتحده الامريكيه والصين وان كانت خافته، تداعيات الازمه الاوكرانيه، تغيرات المناخ، وقد ذكرتي انت او مع الضيف الكريم ان هناك ايضا تلازم القوى العسكريه مع القوى الاقتصاديه الاستثماريه، التقدم، التقنيات، اقتصاد المعرفه، اقتصاديات القرن 21، الفايف جي، الذكاء الاصطناعي. فلا يمكن، اما بالنسبه لهذا نعرف انه جلوبال فاير باور هو معياري نظري علمي، واوافق الدكتور من واشنطن على كل ما قاله. يعني تصنيف ايران في هذا التصنيف العالمي برايك كيف تعود السعوديه العده لمواجهه محتمله تعود لها اسرائيل من جهه، السعوديه من جهه اخرى مع ايران؟ هل الحرب القادمه ليست بحرب الجيوش بل انها حرب المسيرات والصواريخ والى ما ذلك؟
هذه الحروب التقنية الجديدة الحديثة المتقدمة، أصبحت المركبات بلا قائد أو المحركات بلا قائد أو طائرات بلا طيار هي رأس الحربة والتقدم. أيضا ذكرت لك في بداية حديثي أن الفضاء السبراني أضحى الذراع الرابعة للجيوش بعد القوات البرية والبحرية والجوية. كل دولة تعزز قوتها العسكرية، رمز البقاء، رمز القدرة، رمز الصمود. ولكن هذا التقرير فعلا يعني ملفت للنظر، أن يضع باكستان في المرتبة السابعة ويضع إسرائيل في المرتبة 19 في القوات الجوية، لأن حتى أمام وإيران في المرتبة 17. هو لأنه العدد لو لاحظنا أنه يضع لو أخذنا معيار القوات الجوية يضع الدولة الولايات المتحدة الأمريكية يضع أمامها 14 أو 13400 طائرة، السعودية يضع أمامها 900 طائرة، إسرائيل 625 طائرة. فهو يعني أخذ منها طائرات متطورة، لا يمكن مقارنة طائرات الجيل الرابع والجيل الخامس بطائرات الجيل الأول، لأنه لا يأخذ بعين الاعتبار التقنيات التي أدخلت على الأنظمة. هذا مو معقول طائرة F-22 $300 مليون أو أكثر تقارنها بطائرة لا تكلف سوى $20 مليون أو قديمة أو مخزنة ويأخذ بالعدد غالبا. نعم أستاذ حسين عبد الحسين، اليوم برأيك الاهتمام الأمريكي بتسليح الجيوش الأوروبية وخطط الدعم للجيش الأوكراني لتعزيز قوته في حربه، ألن يفقد الولايات المتحدة حلفاء استراتيجيين في الشرق الأوسط وعلى رأسهم الخليجيين صوب التوجه لربما للصين وروسيا المتقدمة عسكريا في سباق التسلح؟ أنه أنا لا أرى ولا أعتقد أنه الحكومات الخليجية ترى أي تناقض بين تسليح الولايات المتحدة لأوكرانيا واستمرار التسليح ضخمة في دول الخليج. تضخ في هذا الموضوع، لا تضخ في يعني في جوانب أخرى. لا شك أنه طبعا يعني الولايات المتحدة هي لا تتصدق على دول الخليج، هي تبيع هذه الدول منظومات أمنية ودفاعية. نحن نتحدث عن الاهتمام، وطبعا الاهتمام ينصب حاليا إلى المنطقة الأكثر سخونة وهي أوكرانيا، ولكن صحيح. انقلاب يعني هذا الحديث عن إمكانية انقلاب السعودية أو دول الخليج دفاعيا من الولايات المتحدة والغرب عموما إلى روسيا والصين خصوصا، هذا موضوع معقد ولا يحدث يعني قرار مفاجئ. يعني هذه المعدات تأخذ أجيال حتى يتم يعني إعدادها وإعداد من يعمل عليها والصيانة، ويعني هذا موضوع صحيح. صحيح أن هناك مناكفات سياسية أحيانا حتى بين الحلفاء، ولكن لا أستبعد أن يعني أنا أستبعد أن تذهب الأمور في هذا الاتجاه. ثم بالإشارة فقط إشارة صغيرة اسمحي لي بالموضوع الإيراني. إيران حتى الآن يعني كل القوى الإيرانية حتى الآن هي مبنية على حروب غير تقليدية ضد الجيوش التقليدية، الميليشيات صحيح. إن كان في لبنان ضد الجيش الإسرائيلي أو في اليمن الحوثيين ضد السعودية، هم يقاتلون، هم يعني يقصفون من مناطق مدنية، يختبئون في مناطق مدنية، وهذا أسهل بكثير من يعني هذا أصعب على الجيش السعودي. لو كان هذا التحام جيش مقابل جيش كان الموضوع يختلف تماما. فإيران حتى اليوم طبعا بغض النظر عن المسيرات التي يتم استخدامها اليوم في أوكرانيا، ولكن حتى اليوم كل ما تفعله إيران هي أنها تضرب وتختبئ، أو الميليشيات المواليها تضرب وتختبئ، وهذا ما تحاول فعله في سوريا أيضا يعني. ولذلك يعني أخذ الموضوع كأنه جيش ضد جيش في الموضوع الإيراني لا أعتقد أنه دقيق جدا في هذه الزاوية خصوصا. صحيح. دعني أنتقل في تساؤل الأخير وسريع للدكتور محمد الحربي، ماذا عن قطر؟ اليوم قطر تعزز من قوة جيشها رغم عدم خوضها لأي حرب، برأيك لماذا في هذا التصنيف؟ لا هي منظومة خليجية واحدة، منذ عام 2021 انتقلنا إلى مرحلة متقدمة، نتحرك كتلة سياسية خليجية واحدة، نعتمد الآن الأكثر على التوطين والشراكات، صناعات بالتدرج، توظيف، صيانة، تجميع، تركيب بالشركات الأخرى، بدأنا تصنيع أجزاء كثيرة، أيضا قطر، الأمارات، الكويت، هناك أيضا تنسيق دائم، بالعكس أنه دائما نأخذ على قطر الشقيقة الصغرى
لنا في المملكة العربية السعودية، ولكن دائما المعيار هنا يبني على عدة اتفاقات، وذكرت لك في بداية حديثنا هناك فرق ما بين الإنفاق وما بين القوة الحقيقية الفعلية التي نتطلع عليها. لا نستخدم الهندسة العكسية، إيران لديها أسلحة قديمة أسكود فقط يتم تطويرها، طائرات شاهد 136 جميعها مجمعة من قطع كثيرة أخرى في المنطقة، فإحنا نعتمد. ولكن إنه بروز دولة كقطر يعني بالعكس، الآن نتحرك كمنظومة خليجية واحدة، يسعدنا يفرحنا، يدخل شكرا. ضمن القوى الشاملة والبنية الشاملة لدول مجلس التعاون الخليجي. وصلت الفكرة دكتور محمد الحربي الباحث في الشؤون الاستراتيجية والعسكرية، حدثني من الرياض، والشكر موصول للباحث في مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات أستاذ حسين عبد الحسين، حدثني من واشنطن. وأنتم مشاهدين من حديث السياسة إلى الاقتصاد.